Thank you.
التاكسي ديال حنيفرة. صراحة الاخوان راه مبيت في لوطيل الاولو، صراحة دزت لوطيل قال لي واحد الاخ كيبيت ب 30 درهم يعني شومبرا انت والباكتاج ديالك. المهم الاخ اللي كان قال لي تمشي في الصفيط جا يعني يبغي ينصب عليا بطريقته، ما صور مني والو فهمت يعني تبعني لواحد البلاصه بقى كيتعاود ما يحبكاش. علاش درتي بيكالا؟ شحال درتي هادي؟ شحال منين جيتي؟ منين فين مشيتي؟ داكشي قلت لي راك درت علي الاسئله بزاف فهمتي يعني صافي. هو يمشي في حالو وتلاقيت مع واحد الحمو الحانوت بقيت نهضر معاه، قلت له خويا لوطيل شحال؟ قال لي 30 درهم. المهم اللي جا مول لوطيل زاد عليا بزاف فهمتي، قال لي 70 درهم حكا يلا تشوف ما يلا تشوف. قلت له شوف انا لوطيل راه في بيكالجي. السلام عليكم. تما فين كملت الطريق يعني هذا الفيديو هذا في نفس الوقت اللي دخلت فيه الخنيفرة خرجت من الخنيفرة يعني كانت طاحت الضبابة سبحان الله العظيم عندهم الجو متقلب بزاف يا ربي. والماس ماشي خنيفرة، الوقت اللي دخلت فيه الوالماس راه عاود خرجت منها هاد الوقيته في غنشد الطريق وغتكون صراحة طويل بزاف يعني طويلة بزاف. كاين الهبوط الهبوط وداكشي اللي هبطتيه غتعاود طلع ونشوفو الاخوان يعني في يعني في اللقطات هادي اللي جاية غادي نبقى هواد غادي غا هواد ومن بعد غيجو العقابي وغيظلام عليا الليل وغنبني الكيطون ديالي في واحد البلاصة. وصعيب باش تلقى شي بلاصة يعني في جنب الطريق الا طلعتي في العقبة، صعيب كتلقى غير بحال كنقولو باحث الاستراحة يعني فهمتي، يعني باحث الاستراحة وميمكنش لك يعني تخيم فيها. يقدر لا قدر الله شي واحد يجيب شي فولفو بالليل وهادي يعني يقدر يدوز فيك ولا شي حاجة وتقدر تعرض لكريساج، ضروري خاصك تاخد شي بلاصة بعيدة من الطريق. يلا الاخوان نخليكم مع الفيديو.
انا الصراحه سالين الاخوان كنت بان لي طرقان فهمتي، ما عرفتش الطريق اللي غادي نشد وما كاينش شي واحد اللي غادي نسول. من بعد جا واحد السيد هنايا كان قدامي اون فاس مع طريق الشجره، كان سارح هنايا الغنم، عاد بان لي عاد سولته وجبت جي بي اس اكدت منها الطريق اللي كنت غادي فيها طريق صحيح صراحه، لان عطاتني اقرب مسافه لاكلموس خنيفره. من بعد بان لي السيد سولته ورجعني على الطريق ديال القنطره، دونك غادي نجيب الدور غنطلع للقنطره تما. في لقيت داك الجبل اطول جبل طلعت ليه فهمت، يعني صراحه عد في قليل فيه كتركب، تقريبا شي ساعه ونص ولا جوج سوايع ولكن فيه يعني. من بعد غطيح لي الظلمه وغادي نبني الكيطون ديالي فهمتي، ما كاينش بلاصه، ما كتلقاش بلاصه صراحه كاع فين تبني الكيطون. هذه هي المكان اللي قلت لكم. هنا الاخوان فين غنجبد الكيطون ديالي وغادي نشطب ليه البلاصه وغادي نبنيه. وصراحة كنت فازك كلي، ما بقات شي حاجة في يدي ما فازكاش، لأن كنت جاي لابس حوايج الصيف وشدتني الشتا صافي فزقتني، وما عندكش حتى فين تضرك أصلا تلبس الكومبليزو. هنا يا الإخوان كما كتشوفوا أنا في واحد بنيت الخيمة ديالي يعني فوق واحد الدار، الدار بعيدة بنيت تقريبا واحد 1200 متر. الكلاب غادي يشوفوا الضوء وغادي يجي يبقين بحولي غادي يبرزدوني تما، في غادي نطفي الضوء وغادي نبني الكيطون ديالي. ومن بعد ما غيشوفوش الكيطون غيبقاو يعني ما عرفتش والله ما عرفت، يعني ما غيشوفوش الكيطون غيبقاو ينبحو واحد المدة وغيتحركو في حالو فهمت، يعني النباح يولي مال لبعيد. ومن بعد غنشوف الا وريتكم الدار في الفيديو فهمت، يعني كانت هابطة في الهبطة وعندها الدورة الطريق اللي كتهبط للدار. انا فهمت داك الدورة يعني ديال الطريق اللي كتهبط للدار في واحد البليصة. وبنيت للاسف من الصباح كانت شوية الشتا ما سجلت صافي، خرجت هكاك يعني بقيت مزروب، كنجمع الباكتاج بالزربه باش ما يعاودش يفزك ليا الكيطون وداك الشيء. وصافي جمعت الباكتاج ديالي وركبت على البيكا يعني فهمتي، دفعت البيكا لقيت غادي غنقود هي هذيك تما. فغادي تلاقاني واحد مول فولفو غادي نسولو غنقول ليه شحال باقي فهاد الراس ديال العقبه كاع باش يولي عندي لافوط. قال لي مسكين عندك تقريبا يولي عندك 6 كيلومتر فهمتي، يعني لقاني دفعت تقريبا شي ساعه. تصوروا الاخوان ساعه وانا كندفع ساعة والله العظيم، إلى ساعة تقريبا ولا ساعة أقل شي شوية وأنا كندفع. ملي قلبت لقيت راسي يلاه فتت داك الدار واحد شوية، يعني كاين واحد العقبة صراحة عقبة واعرة كاع تطيبك، وخا عاكا دافع تتعيا تركب ما تقدرش. المهم أطول يعني عقبة في هاد الجبل هذا هي الطريق مال الإخوان، أطول عقبة هي اللي كتهبط لمريرت.